يا مواليد برج الأسد، يا رب تكونوا بخير. أنا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الأبراج. توقعات برج الأسد ليوم الاثنين 17 يناير كانون الثاني 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا أسد، هيرجع التوتر لرغبتك في إنك تكمل كل مهامك في الوقت المناسب، وهتواجه صعوبات كتيرة، لكن خليك دايما بتحافظ على هدوءك وخليك متسامح أكتر. لا ينبغي إنك تقلق، الخلافات العائلية الآن هتتحل إن شاء الله، لأنه في بعض الأحيان في لحظة من الصعوبة هتواجهنا في حياتنا. بيقول ليك الناس إن أشياء مش بيكونوا قصدنها، معلش فما تضغطش على نفسك، ممكن يكونوا ساءوا تقدير الكلام وخروجه من فهم، ومش بيقصدوا لدرجة انك القدرة بتكون على تصحح الموقف المتحضر وهتحوله لقصة نجاح كاملة. وخليك حذر دايما ان لو كنت مسافر قريبا هتكون في مزاج جيد وهتحقق اهدافك. قيم بالضبط ما هتشعر به في خلال الفترة دي، لان ده هو المفتاح انك تاخد القرار الصحيح. خلال الدورة دي هتكون لديك فرصة للتغيير مجالات معينة من حياتك، بيتغير خططك المالية وبتغير للأفضل. كلما تمكنت من توسيع جميع جوانب حياتك العقلية والعاطفية والجسدية كان ده أفضل بكتير بالنسبة ليك. بالنسبة ليك عاطفيا اليوم هتكون يا أسد، بالنسبة ليك هتكون الفترة دي لديها كل الفرص علشان تصبح واحدة من أكتر الأوقات الملائمة لحياتك الشخصية، لأن الازدهار هتجعلك جذاب أكتر وهتديك مزاج متفائل مش بيمر من غير ما إنك تلاحظه أحد من قبل الجنس التاني. هتشعر بالحاجة إلك إنك تنسجم أكتر مع نفسك على أساس عاطفي أكبر. من الممكن إنك تواجه صعوبات في الأسرة اليوم خلال الفترة اللي جاية برضو. أنت الآن بحاجة إلك للخصوصية علشان تفهم مشاكل حياتك وتفكر في طرق جديدة لحلها. هناك قدرة كبيرة من الطاقة مكبوتة بداخلك، هتحتاج انك تتخلص منها بالمشي لمسافات طويلة او حتى انك تركض بسرعة. لقد حان الوقت الان لانك تكون عملي اكتر بطريقة مراعية للغاية، وبدلا من انك تقضي الوقت في التفكير في العديد من الخطط غير الواقعية، هيواجهك تغيرات طويلة الاجل على وشك انها تحدث، الا انك مش هتكون قادر على انك تتحكم على اللي بيقف الناس امامك فيه وفي ظلالك. انت بتخاطر بالسماح لهم بالقرب منك، كل شيء سيحدث من تلقاء نفسه عند الحاجة، فخليك مستعد لي. بالنسبة ليك مهنيا، الإجراءات غير المتوقعة وغير المناسبة من قبل زملائك هي السبب العلاقات المعقدة اللي انت بتعيشها في الوقت ده. يمكن أن تشير الطاقة السماوية الحالية إلى أنه فيما يتعلق بمستقبلك هيكون هناك مصدر توتر جديد في الوقت الحاضر، وهتحتاج أنك تتبع نهج أكتر تفاهم لو كنت بتريد أنك تكون ناجح أكتر، وهتحظى بالإعجاب لو لم تكن متسرعا. عشان كده خليك هادئ وخليك صبور أكتر، وتحلل المسائل المالية مكانة عالية جدا في جدول أعمالك. علشان كده خد الوقت الكافي علشان تعالج القضايا دي بعناية. لو كان الوقت مناسب للسفر اليوم، اغتنم الفرصة وتوقف عن النظر للطريقة اللي انت كنت عليها او كانت عليها الاشياء قبل كده. ولديك الوقت الكافي علشان تفكر اكتر فيما تريد ان تفعله بمستقبلك، وهتكون مسرور بأخبار الأحداث السعيدة القادمة أمامك، وهتشجعك محاذاة الكواكب على أنك تحدد هدفك أكتر وخططك علشان تجد توقعات العشرية الأولى مواليد 23 يوليو 2 أغسطس. انخفاض طفيف في مستويات الطاقة لديك، وهيترجم ده لنقص في الدوافع والروح، وهتشعر ببعض التحرر اليوم مفضلا الاعتماد على الآخرين ولدفع الأمور للأمام أكتر. عليك أنك تتعلم كيف تغوط فيها، وإن تمكنت من أنك تقوم بده فهتنتقل إليها بسرعة أكبر.
توقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس. أنت هتكون متعب بمعنويات جافة جدا، ولماذا لا تأخذ أجازة لبضعة أيام علشان تريح نفسك، ويمكنك أنك تمارس الرياضة أيضا علشان تخرج من المعنويات دي، وهتعمل زيارة للأماكن المعتادة اللي أنت بتفضلها، وهتقضي بعض الوقت الجيد مع عائلتك اليوم، أو لا يمكنك فعل أي شيء على الإطلاق لمرة واحدة، ولن يكون طلب الكثير من نفسك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس. أنت هتعرف كيف تتحمل المسؤولية، ومن الطبيعي أن يمنحك الآخرين هذه المسؤولية أيضا، ويبدو أن الأمر هيكون طبيعي بالنسبة ليك، ومش هتفخر به بشكل خاص. اليوم هتشعر ببعض القلق، أنت هتعلم أنك يجب أنك تنجح، وهكذا هتكون أكثر انتباها وصرامة لنفسك أكثر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيحدث البدر اليوم في علامة السرطان، وهو وقت الذروة والوعي المتزايد عندنا. يمكننا أننا ندرك بشكل خاص أي ارتباط مفرط ممكن تضطر إلى الملذات أو حتى اتصالات أو أشياء عقب عليها الزمن. الحاجة قوية إلى الأسرة والرعاية والأمان والراحة اليوم، وهيظهر شيئا ما الآن لو تواصلنا مع عواطفنا وقلوبنا أكتر، ويمكننا أننا نفهم بشكل أفضل ما الذي يجب أننا نغيره وما يجب أن نذهب إليه. هنسعى لأننا نحصل على الغذاء من الآخرين، ونحن بدورنا نميل إلى أننا ندعم الآخرين بشكل طبيعي. هنكون بنفخر بالجهود اليوم، وهيبدو أن احتياجاتنا ورغبتنا شديدة الانسجام. بيتجه القمر نحو الأسد باليوم، وهيكون مشجع جوانبنا المسرحية والمرحة والتنافسية اليوم. بيحدث القمر اليوم مع الجانب الأخير قبل تغيير اليوم للعلامات معرضة للشمس، لحين أنه يدخل القمر في برج الأسد. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.